أرجو من الزملاء يعني هذه الملاحظة دقيقة جدا، كيف نحن نشرع لوطن وكيف يأتي الوزير ويتجاوز كل التشريعات في المملكة الأردنية الهاشمية؟ خذوا مثال على ذلك 26/1/2021 تم تعيين 5 أعضاء. الـ5 أعضاء تعينوا بشركة إدارة الاستثمارات الحكومية. الحكومات السابقة قررت من بلغ 60 يحال إلى التقاعد. نحن مع هذا التوجه، ولو كان هناك ظلماً على من لديهم الكفاءات الذين أثبتوا وجودهم في مؤسسات الدولة. تم تعيين شخص اسمه المهندس خيري ياسر عمرو، صديق معالي وزير المالية. أرجوك أبو فراس، صديق معالي وزير المالية بلندن 63 عام، هذا خروج عن براتب 3000 دينار. ناهيك عن المقام عليك، هاي نفس الموضوع، ما هي هاي هاي الشركة. احنا ناهيك عن معاليك، خليني احكي مثل بقوله، قعد عوج واحكي عدل. بدي احكي العدل انا، يلا بدي اقعد عوج بس بدي احكي عدل. يلا كيف الحكومات تتجاوز؟ بعدين اعضاء مجالس الادارات في الاردن خلال 30 عام تتم تعييناتهم بالعلاقات الشخصية والنسب والحسب، ما بتتم ضمن الكفاءات. أنا لما عين 5 هيهم 5 يا أخوان، 26/1 3000 دينار الراتب. ناهيك لما تفوت على المطعم أنت بتطلب كيلو لحمة، اللحمة المطعم ما بربح باللحمة، وين بربح؟ بالمقبلات. ناهيك لما يكون هذا عضو مجلس إدارة بكل مؤسسات الدولة، قديش بده لحق راتب؟ بعدين المؤسس الهيئات المستقلة خسرت 17 مليون 15 سنة. نحن نشرع لأشخاص وليس للدولة ولعلاقات. شكرا أبو